سبعة، القارة الثامنة، العالم لم يعد سبع قارات. كلنا عارفين إن العالم سبع قارات: قارة آسيا، قارة إفريقيا، قارة أوروبا. كده كام؟ تلاتة. نيجي بقى القارة القطبية الجنوبية، قارة أستراليا، يبقى كام؟ أربعة، خمسة. نيجي بقى أمريكا الشمالية، ستة، أمريكا الجنوبية، سبعة. البعض بيعتبر إن الأمريكتين قارة، لكن السياق العالمي الأشهر إن كل أمريكا الشمالية قارة وأمريكا الجنوبية قارة. يبقى في هذه الحالة العالم كام قارة؟ سبعة: آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، والقارة القطبية الجنوبية. لكن العلماء كما نقلت وكالة رويترز اكتشفوا قارة جديدة هيسموها القارة الثامنة. القارة ديت موجودة قبل كده لكنها قارة غارقة، مش زي أفلام الخيال العلمي اللي هي قارة موجودة فعلا، تلاقي جبال، تضاريس، هضاب موجودة لكن مش باينة على وش المية، إنما أجزاء صغيرة اللي باينة زي نيوزيلندا، اللي ممكن أي حد يشوف نيوزيلندا على الخريطة لأنها من الأماكن اللي هي ظاهرة. وكاليدونيا الجديدة، كاليدونيا الجديدة هي كمان جزر، جزء من هذه القارة الجديدة، والقارة دي اسمها زيلانيا. يبقى عندنا قارة تامنة اسمها زيلانيا. العلماء بيحاولوا دلوقتي ياخدوا إقرار علمي في العالم، ولو تم الإقرار يبقى في هذه الحالة إذا السؤال بعد كده العالم فيه كام قارة، يبقى العالم فيه 8 قارات باكتشاف قارة زيلانيا. القارة دي كانت جزء من قارة أستراليا العظمى. كانت أستراليا قارة كبيرة جدا، من 50 مليون سنة اتقسمت، بقت أستراليا حاليا والقارة الغارقة دي. القارة الغارقة غرقان منها حوالي 94%، واللي بان على السطح زي كاليدونيا الجديدة وزي نيوزيلندا وزي جزر كاثام، يعني كام حاجة كده، دي الحاجات اللي باينة من القارة، إنها بقية القارة موجودة لكن بتبان على طول تحت الماء. طبعا ده اكتشاف جغرافي مهم إذا تم إقراره، إنما ده كمان بيذكرنا إنه هذه الدولة الصغيرة أو هذه الجزر الصغيرة التابعة للدولة الفرنسية كاليدونيا الجديدة لها كمان ذكرى عند العرب. كاليدونيا الجديدة جزر بعيدة جدا جنب نيوزيلندا واستراليا. لما كان في مقاومة في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي كان بيتم نفي المقاومين إلى هذه الجزيرة. شو بقى اللي يروح استراليا؟ إمتى بقى ده الكلام ده؟ في القرن التسعتاشر كمان. فكان 19 أصلا اسمها بالجمل أساسا، فيودوه آخر الدنيا. شو بقى المنفى؟ منفى طبعا خيال، لو حد راح دلوقتي أصلا مش عارف يرجع. تخيل بقى وقتها هذا المنفى كان ممكن إزاي الإنسان يشعر فيه بالضياع التام. فكتير جدا من المقاومة الفرنسية، من المقاومة الجزائرية لفرنسا، نفوهم في هذه الجزر التابعة لفرنسا. وبعدين بقت في جالية جزائرية موجودة هناك، وبعضهم رجع إلى دولة الجزائر الشقيقة. إنما دلوقتي البلد ديت اللي هي جزء من فرنسا، البعض بيطالب بالاستقلال، لكن هي البلد نفسها كل أكل عيشها تقريبا عندها نيكل، حاجات بسيطة، وعندها يدوب شوية حاجات تنفع للسلطة، يعني هي بلد منتجة للسلطة ده آخرها، لكن طبعا فيها سياحة جميلة، لكن برضو في آخر الدنيا. فالجزر دي بتطالب بالاستقلال، لكن البعض بيقول لا احنا محتاجين فرنسا من اجل دعمنا ماليا. والجزر دي جزء من القارة الجديدة او القارة الغارقة، زيها زي دولة نيوزيلندا، يدوب دي الاجزاء اللي باينة من القارة الغارقة نتيجة ارتفاع مستواها، فظهرت كدول او جزر من بين موجات البحر.